الشرط المقرر من لدن الجمعيات. فكيف يعقل نائب اول للرئيس ومستشار عضو في المكتب انه غادي يتم التشطيب ديالهم من طرف من؟ هنا انا هادشي ماشي شغلي، ولكن كنوضح وكنقول بان اللائحه اللي عندي انا الى حدود من كنت انا مسؤول كمدير اداري، وانا اللي صرفت على الجمعيه الاستثنائي اللي تم يعني خروج السي علي علي عمر الحداد والتحق السي حسن الحيسوني. انا عندي لائحه ديال اعضاء المكتب، ها هي كما كتشوفوها، كتضمن هنايا كاين الحسن الحيسوني رئيس، من موراه مباشره كاين محمد العربي البيطار. حينما يصبح الانسان عضو داخل المكتب يعني العضويه تصفق الانخراط، بمعنى ان داخل الاجل ديال 60 يوم ما كاينش هناك طعن، ما كاينش هناك يعني تعارض، ما كاينش هناك يصبح انه قوه قاهره ما تمكنش تحيد هذا السيد هذا الا في الجمع الاستثنائي، الا في الجمع العادي عفوا هو اللي كيصادق على اللائحه. اكثر من هذا، القانون الجديد جاء ان المكتب المسير ديال شباب العالج او اي مكتب رياضي يقدم لائحه ديال الشرط، وليس له الحق ان يشطب العضويه ويحيي العضويه. دائما كنهضر في اطار العضويه، انا عندي وثيقه موقعه ديال تسليم محضر تسليم اللي كيتكلم فيها اللي موقع عليه فيها الرئيس وامين المال، هذا التوقيع ديال الرئيس، هذا التوقيع ديال امين المال، هنا كيقول اللي كنعطي هذه النسخه ماشي مشكل، سلمت له ملف يضم وصولات الاداء واجب الانخراط وعداوتهم 14، هذه للامانه، هذه للتاريخ، انا ماشي كنديرو ضدك، انا كنقول هنا كاين الناس اللي منخرطين بصفه قانونيه وكنقول لهم كنتحمل المسؤوليه ديالها، لان اللائحه حسب علمي اللي طلعت دابا الجامعه مؤشر عليه من طرف الجامعه بدون تسجيل، بدون رقم تسجيل. حتى ان يكون عندهم رقم ديال التسجيل في هذيك اللائحه، اذا اللائحه الرسميه اللي كنعتبرها ان الناس خلصوا 1000 درهم ديالهم وفق الشروط المنصوص عليها في واجب الانخراط وداخل الاجل القانونيه اللي كان قبل 30 شهر واحد، اللي هما الاسماء الاتيه اسمائهم: حسن الحيسوني، محمد عربي البيطار، حسن بلاد، عبد السلام الجلالي، سعيد المريني، عمر الحداد، سعيد كيحل، بومهيدي سلام، عبد الرحيم القوى، عبد القادر اخريج، الهيشو عبد الاله، الهيلي محمد، الحرافي سعيد. هادو الناس خلصت الفلوس ديالها في الوقت والاجل القانونيه. كيبقى البروسيدور الاجراءات اللي كدير على مستوى الجامعه، وانا ملي كنت طلعت الجامعه قال لك ما كاين حتى شي مشكل، المهم الناس يخلصوا قبل ما تشد يعني اخر اجل على اساس اللائحه، فوقاش ما بغيتي انك تجيبها وغادي يسرقوا لك على ديك الوصولات اللي كتجي. فيما يتعلق بالحسن السيره او بالصور، هو حق رضا به باطل، هو حق رضا به باطل. وكنقول اكثر من هذا، كنقول هذا الشيء التونسي، انت اللي كتجي كتهضر وكتهضر عيب الشفاوي، انت راجل قانون وكدير المغالطه ضد الناس، انه الجمع العام كيحضره اعضاء المكتب والاعضاء يعني المقبولين يشاروا اليه من القانون خلال مفتوحه. شكون هما؟ هما المخالطين الجدد، المخالطين الجدد جا القانون هنا واضح عاوتاني كيقول لك باش يصبح عضو يعني كامل الاهليه باش يمكن يترشح المكتب خصو يتجوز مده ديال سنه. فكيف يعقل ان الناس اللي خمسه ديال الناس اللي ضافوا او سته ولا سبعه ديال الناس اللي ضافوا اللائحه، هاد الناس هادو ما خلصوا الاداء ديالهم والانخراط ديالهم حتى لما اظن انا مؤخرا قبل الجمع العام ب 10 ايام يعني في شهر 7. فكيف يعقل على ان انسان ما كملش حتى بالعرف؟ بالعرف كيقول لك على الاقل خصك واحد شهور ونهار قبل الجمع العام. فكيف يعقل عن جيب انا واحد منخرط وهذا السي عبد السلام التونسي، هذا السي عبد السلام التونسي تم يعني الطلب ديالو ملي كنت انا مدير اداري تم الاتصال به وقالوا له خصك تنخرط، قال له انا بلا ما نخرط. اصبح هو الان يمثل في شباب العرائش، اصبح كيعرف هو على شباب العرائش، كيعرف القوانين، الاشياء اللي قالها كامله مغلوطه. الجمع العام الاستثنائي انعقد من اجل ملائمه القانون الاساسي، الماده 41 كنشير ليها صريحه وواضحه، يصبح القانون يعني ملزم للمكتب، اذا هناك خروقات قام بها المكتب، هنا احمل المكتب يعني بصفه عامه للمكتب، ثم اذا شطبنا واحد الانسان باي طريقه على الاقل خصنا يكون عندنا واحد المحضر موقعين فيه اعضاء المكتب، والقانون راه صريح قال لك انت كتقدم اقتراح للجمع العام بتشطب على الشخص، بمعنى كيخصك تستدعيه وتسميه، هذا الشخص هو اذا قام خطا جسيم، الوقت لا يسمح، اذا اللي بغيت نقول انا هناك جمع عام استثنائي دار يعني دار بالتاريخ على ما اظن التاريخ ديال الجمع العام الاستثنائي دار نهار 6 في شهر 7، الجمع العام العادي دار نهار 27 في شهر 7، بمعناه في المده ديال 10 ايام، اولا هناك خرق بالنسبه للعضويه، الناس اللي انخرطت في التاريخ هذا غير مقبولين،
وثم التلاعب هنا في ملي التلاعب في لائحات المنخرطين. نحن نريد ان نؤسس وثم كنقول كنفتح قوسنا كنقول عيب وعار ان شباب العريش يكون عند 14 منخرطين، عيب وعار يكون شباب العريش عند 17 منخرطين. ارجع واعود اقول ان حتى الطلبات ديال الانخراط اللي كانت كتوافد كان يتم الرفض ديالها لا لشيء، لانها لن تكون مع زايد وانما ستكون مع عمر. يعني إذا بغينا نقولوا كنفصلوا اللائحة ديال المنخرطين حسب هوانا. أنا للحقيقة وللتاريخ كنتحمل مسؤولية الكلام ديالي، ملي كنت أنا كمدير إداري فتحت باب الانخراط شخصيا وخصصت وصولات من طرف الناس اللي قدمت الانخراط وتم القبول ديالهم المبدئي الشافعي من طرف الرئيس وتم إدماجهم. وبطبيعة الأمثلة هناك بعض الأعضاء اللي تم القبول ديال العضوية ديالهم وتسوت الوضعية ديالهم من ناحية السيرة حسن السيرة من ناحية الصور وتم الإجراءات ديالهم وما كيحضروش لحد الساعة ما كيحضروش. لن اعطي الاسماء ولكن ديال عارفه الراس ديالها. رجعوا للفئات الصغرى والشبان والفئات الكبرى. توجدنا في واحد الظرف كان جد عصيب. كان من المفروض علينا حنا اننا فريق غادي نغيروا فريق برمتي وغادي ندخلوا فريق اخر. الشيء اللي ما كيعرفوش السيد الرئيس غادي نقولها هو انه ما يسموه نظام الكوطا. الناس حتى واحد ما كنعرف هذا النظام ديال الكوطا. الحمد لله تحت فرصه بوزليقه دوره تكوينيه اللي ضبطها العصبه الوطنيه ديال الهواد ومن خلالها تداولنا في هذه المجموعه ديال القوانين ومجموعه الفروقات اللي يجب ان تتفادى. والحمد لله الان في الجريده الرسميه خرج القانون الملزم للجمعيات الرياضيه زيارة الحبالات. هاد الناس هادي مازال كتعامل بواحد العشوائيه. الان انا جيت هنا باش ناكد اشياء بالنسبه للشبان بالنسبه للفئات الصغرى. الفئات الصغرى يعني تقريبا 600 درهم اللي صرفت ديال الصور ديال الفئات الصغرى. تم يعني ملء الثمارات ديالهم والوضعيه ديالهم كامله. كان عندنا الضيق والظروف ديال الفتاح غادي تشد. الشيء اللي ما استطعناش اننا نديو الوليدات اننا نسردوهم للجامعه باش ياخذوا تما البطاقه ديالهم، ولكن على مستوى الشباب استطعنا بالتنسيق مع بعض الجمعيات المحليه. وكنشكر هنا السي محمد عتو وكنشكر كذلك السي بقالي اللي قالوا عطاهم 1000 درهم ولا 1000 درهم ولا 2000 درهم. هذيك 1000 درهم انا اتحمل المسؤوليه ديالها علاش خداوها، لان هذوك الناس هذو هذيك يعني لما تقول تعويضات قاموا بها اثناء العمليات ديال الانتداب ديال الشبان. الشبان اللي جبنا البطاقه ديالهم تقريبا 16 وعندي الاسماء ديالهم في محضر التسليم. دائما انا اتحدث محضر التسليم لان ما يمكنش نستلم شي وثيقه وما نديرش المحضر ديال التسليم ديالها. اذا كما قلت عندنا الشبان درنا 16 اللي في الاخير ديال العام انهم رجعوا لذوك الشبان اللي استمعتهم. انا ما كنقولش انا بوحدي ولكن كيطمن الانفتاح، لان السياسه اللي انطلقنا بها مع الرئيس كنا قلت له صراحه اذا كنا غادي نغلطوا وغادي نمشيو للسير القادم انا غادي نمشي بحالاتي. ثم الموضوع ديال 3500 درهم انا سمحت 3500 درهم مشيت بحالاتي ما كتقدنيش انا كمدير اداري ب 3500 درهم في التسير. التليفون منا، الفاكس منا، الاوراق منا، كل شيء منا. ما يمكنش واحد الاداره كتمشي بهذا المبلغ بمعدل انا شخصيا يعني اذا شفتي واحد العمليه حسابيه 100 درهم في النهار ديالي شخصيا انا ما كتقدنيش. زيد على ذلك ان السبت والحد كيصبح عندي انا ملزم اني نتحرك مع الفريق من غطي الفارغ. اذا انا انسحبت على الاسباب، جوج اسباب. السبب الاول هو كون ان الرئيس والمكتب نهج السياسه ديال الاقصاء وديال الانغلاق. علاش؟ لان انا شخصيا عقدت واحد المجموعه ديال الاجتماعات وهذا التاريخ كيشهدوا مع المجموعه مع الانديه الرياضيه اللي كاين هنا سواء المعلقه تتعلق الامر باللي على العصبه على مستوى العصبه ولا على مستوى الجامعه. هناك جوهرات العرايش، هناك يعني اف سي ديال العرايش، هناك الوفاء، هناك يعني جوهره كذلك. يعني مجموعه ديال الانديه انا استطعت جلست معهم وقالوا بالحق نحن سنمد شباب العرايش بالفئات الشبان الى ذاك سد الحد. الشيء اللي يمكننا اننا دعمنا الفرقه بواحد المجموعه ديال الشبان اللي جبناهم من اف سي وجبناهم من الرجاء وكنشكرهم بهذه المناسبه. الناس الانديه الرياضيه استشفت، الناس الانديه الرياضيه استشفت على ان هناك انغلاق، هناك اقصاء ممنهج ممارس على مستوى شباب العرايش. انا كنبغي ناكد مره اخرى على ان العضويه ديال السي العربي البيطار ولا السي عبد الرحيم القوى هي عضويه قانونيه. السي احمد انا انا خصني نتكلم الى العام بالضبط انني ندير معاك فيديو اخر باش نكملوا لان عندي بزاف من الانتقاد فيما يتعلق بالفئات الصغرى. الفئات الصغرى ما لم ناخذ من الفئات الصغرى لان عندنا الورقه ديال القوى محطوطين. بالنسبه للشبان صيفطناهم، الشبان هما من شباب ديال التنسيقيه ديال الجمعيات ديال العرايش، شبكات الجمعيات ديال العرايش اللي نسقنا معها حتى هي ومدتنا بهذ الوليدات وعندنا لهم بطائق ديالهم على مستوى الجامعه. فيما يتعلق فاش بغينا نهضروا على ان انا اقول
من أجل تعريف الحقيقة على أنه يجب إعادة النظر، يجب إعادة النظر في استراتيجية العمل اللي كيشتغل بها المكتب الحالي، لأنه علاش فريق شباب العالي في مصطلح السي الحيسوني كانت عليه الكلمة 15 مليون تقريبا، فيها الرئيس السابق 8 مليون، حسن الحيسوني 5، العربي البيطار 2600 ديال الكريدي، ما نغلطوش الناس، الدين عطاها العربي فلوس بالإضافة إلى الأشياء الأخرى اللي خسرها. إذا هذا الدين الآن أصبحنا فريق شباب العالي عليه مليونية تفوق 60، إذا حنا غاديين واحد البلاش وباقي ثلاث ديناشي في الموسم الرياضي. المداخيل ديال الملعب، مداخيل الملعب أنا يعني إذا درنا عدوى معدل ديال 2000 درهم كل مباراة راه تعطينا واحد الرقم، يعني 10 شهور عطينا واحد 1,200,000، في هذه الشهور ما خسرتش عليها 10 مليون ولا كانت المسؤولية ديالها في الوقت اللي كنت أنا كنسول، أنا كنهضر إلى حدود مارس ديال 2017. الشبان خسرنا عليهم غير تصور وصيفطنا ديك الشيء للجماعة، أنا اللي سخرت على 6 أيام. نكملو نكملو النقاش زعما تفضل. مجال النقد والتصوير شيء هناك مطلوب وزارات الطبيعه حاليا. انا اتحدث على المرحله الاولى كمدير اداري، وحطيت بانه الناس لائحه المخالفه الرسميه اللي خصها تخص فيها الجامعه هي 14 ديال الناس، حطيت الاسماء ديالهم ممكن الوثيقة، وكنشوف انا ما تعطاش واحد الاعتبار كبير اسمح حضرتك الاخت سليم ديال اللي سميت انا الرئيس راه فيه، واش كاين فئه الصغرى ولا ما كايناش، واش كاين الشبان ولا ما كايناش، واش كاين فئه الكبرى ولا ما كايناش. يعني المرحله التدريبيه كان كيقوم بها الرئيس لوحده فقط برفقته الجانبيه امين البال، وكنت انا كمدير اداري كنسهر على المسائل الاداريه. انا بسبب الانسحاب ديالي هو اللي وصلت لي سبب من الاسباب هي الوضعيه الان اللي صبحت شباب العرش. اذا كانت هناك نيه ديال الاقصاء أشخاص يدخلوش يدعموا فريق شباب العرايس، إقصاء الجمعيات الرياضية، إقصاء إقصاء إقصاء، بعد الناس باغيين يخدموا بوحدهم. أنا اللي قلقني أكثر وكنقول لك تحمل المسؤولية هو أن هذا السي التونسي مع كل احتراماتي ليه، أنا مازال كنقولها إلا عنده شي ملف، لا السي العبادي راه مستعد أنه يجلس معاه إطار مناظرة ويحط الملف ديالو على السي العبادي. أما الكلام على عوانيه والسيد كيشرف وكيغرب وكيزور في القانون، أنا كنقول هو يعني حرف بهذه اللغة هذه. إذا قلت إلى الويل للمصالح أنا كنقول حرفتي المادة 18 الصريحة كتقول الأعضاء والمقبولون، الأعضاء والأعضاء المقبولون، ما كيقولكش الأعضاء المقبولون، لا راه كاين حرف الواو العطف، يعني هناك أعضاء آخرين اللي كيشابهين القانون هما المنخرطين. القضية ديال المنخرطين يجب إعادة النظر فيها، والحمد لله القانون الآن الجديد جاء مفصل، يجب تنزيل هذا القانون على الواقع. وانا ما اظن ان المكتب الحالي لشباب العرائش انه قادر باش ينزل هذا القانون، لانه ما بني على باطل فهو باطل. يعني انت حينتي القانون ديالك نهار 7 في الشهر، درتي جامعه نهار 27 وارتكبتي خروقات. انا اتحدى اذا كان هذا الرئيس المكتب سرب شي اشعار وشي عود قال له خصك تحضر ب 15 يوم قبل. اكثر من هذا القانون الجديد واضح يقول لك حتى التقرير الادبي والمالي خصك تصيفطو 10 ايام قبل، 10 ايام قبل الجامع العام. الماده هنايا ديال 19 نمشيو للماده 19 دائما في القانون الجريده الرسميه راه كتهضر على القانون النموذجي اللي تم المصادقه عليه. الماده 19 كتقول يتم تحديد جدول اعمال الجامع العام من طرف المكتب، ويجب ان يتضمن الخصوص الذي النقاط التاليه: تحقق من الصلاحيات، كلمه الرئيس الافتتاحيه، ثم يجي في الاخر كيقول لك يجب توجيه يا هو يقول لي نقاط حاده. انا كنهضر مع الفقهاء القانون، فقهاء القانون ما كيجتهدوش، لا اجتهاد مع وجود النص، عطيت ثلاثة النقاط، مشي رجع للقانون الجديد الرسمي ولا ما فيك ما تقرا وباغي تكون أنت الناس اللي بغيتي، يقول لك يجب توجيه جدول الأعمال والتقريرين الأدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الانعقادي، كما يمكن استحضار هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام العادي من مقر الجمعية. إلى أين نحن هذا الشيء هذا كامل؟ بارك من المغالطات، بارك جدا. تفضل سؤال. واخا. كانت انا سمعت طرح السؤال في الندوه الصحفيه ديالنا على غير حول الماده 18. نعم.
الماده 18 اللي كتنص على ضروره ووجوب تمكين الاعضاء داخل مكتب المسير 15 يوما قبل انعقاد الجمع العام السنوي. انت وطرحت سؤال وقلت لهم اذا كان هذا السيد اللي حط الماده 18 وما موجودهاش في القانون الاساسي اللي كتهضر على يعني سحب العضويه والطرد وما الى ذلك، سالت من جاب هذا السيد هذا الماده 18؟ انا قلت من جاب بالله تنكمل وتوجهت لك اصابع الاتهام مباشره. انت انا اللي اجتهدت، انا لم اجتهد. منين جبتي لنا هذه الماده 18؟ انا جبتي لنا الماده 18 شباب العرائش عقدت الجمع العام السنوي، انتم في راسكم من اجل ملائمه القانون الاساسي الجديد النموذجي اللي صدر بالجريده الرسميه اللي هو قدامنا الان كنناقشوا فيه. اذا مشينا للماده 18 قبل ما نمشيو للماده 18 ديالو غادي نمشيو اخر ماده، الماده 41 اش كتقول الماده 41 في القانون هذا؟ اسمع، يدخل هذا النظام الاساسي حيز التنفيذ بمجرد المصادقه عليه من طرف الجمع العام غير العادل، وينسخ ويعوض النظام الاساسي المصادقه عليه في الجمع العام غير العادل للجمعيه المعقده القديمه. بمعنى المادة 41 هنا واضحة، هذه جريدة رسمية ما جبتهاش أنا، بما أنك أسمع جريدة رسمية خارج فيها واحد قالوا يجب أن يطبق، جاتهم مذكرة من العصبة كتلزمهم أو من الجامعة كتلزمهم بملائمة القوانين الأساسية. مادام لائمتي فورا كنتقلوا دابا عندهم يطبقوا هذا القانون، غنمشيو للقانون مادة 18 اللي هضرت عليها السي خالد مزيان، مادة 18 واضحة كيقول لك نعقدوا راه فيها 15 يوم، هذه راه قريناها ولازم نوليو نقراوها نوليو نكرهوها 15 يوم قبل. إذا هنا كيثبت على أن هناك خرق، أكثر من هذا أنا ما بديتش نكتب المادة كاملة. علاش؟ لأن الحمد لله عندنا وسائل الإعلام الآن، كندخلوا المواقع عين مجرد نضرب القانون النموذجي غادي نلقى القانون النموذجي نقرا، أكثر من هذا أكثر من هذا تراجع القانون وحطيتي القانون الأساسي الجديد لدى السلطات وجيتي كتقول منين جاب هذا السيد؟ إذا أنت مخرمس بعقلك، أنا أقول له أنت مخرمس بعقلك وجيت تخرمس هذا الشباب، لا علاقة لك بالكرة لا من قريب ولا من بعيد. المادة 18 نقرا النقط حتى اللي زدت أنا اللي كيعتبر هو أنه من الأعضاء يكونوا مقبولين، أعضاء المكتب يكونوا مقبولين. اسمع، هو حذف حرف الواو، أنا درت نقط حذف، هو درت تحريف. إذا هو قال ويل للمصلين وقفت، أنا ما تندرش ويل للمصلين وقفت، ولكن هو حرف اللي حرف شنو هو؟ حيد حرف واحد اللي هي كلمة الواو، الواو شنو كدير؟ واو العطف. إذا إلا جينا نقراو هنا غادي نقولوا ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة وتوجه الدعوة للجمع العام العادي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار التوصل إلى الأعضاء و إلى الأعضاء. شكون هما الأعضاء؟ ديال المكتب والأشخاص المقبولين للمشاركة بأشغاله 15 عام. الأشخاص المقبولين هنا بلغة القانون ويعني القانون خلى واحد المجال محلول لمن؟ الأشخاص المقبولين. الأشخاص المقبولين راهم مضيين هما المنخرطين الجدد. حينما نتحدث عن المنخرطين الجدد فالقانون نفسه اللي خلص في الجريده الرسميه خصهم يتعرضوا على الجمع العام ويصادق عليهم عاد يصبحوا منخرطين. اذا العمليه ما تمتش فكيف يعقل واحد الانسان انخرط نهار 17 مثلا شهر 7 ونعقد الجمع العام ديالو العادي نهار 27 واصبح عضو في المكتب واصبح انه خرج وكاين الطار. اكثر من هذا انه رجع للموضوع ديال المنح. منين هذيك الشيء انا تبعت الندوه اللي قالها سي شنتو في كاتب الاقليم ولا سي محمد هلال، كان ذاك الشيء في المستوى اللي حطوه وهذا كان حيني الان المكتب الاقليمي، لان هذه المسيره اللي كيخدم بها ما ابتدتش اليوم، راه ابتداها سي محمد شنتو من نهار اللي طلع للمجلس الاقليمي مزير وعنده الحق ان لجنه التفتيش دابا تجي شافت هذا الشيء في وسائل الاعلام غتقول له كيفاش كتعطي انت الناس الفلوس والناس كيقول لك انت ما كتعطيهمش، اذا انت اختلفت. اسمع لي نكمل لك هذا الموضوع، هناك 20000 درهم راه ثبتها سي محمد الشنتو في التقرير الجمع الاستثنائي. فكيف يعقل؟ اسمح لي سي خالد، فكيف يعقل رجل قانون دار جمع استثنائي ودار جمع عادي واش كنضموا التقارير الماليه بجوج بها خلال السنه ولا ما كنضموهاش؟ كنضموا لان المداخل جاءت خلال موسم رياضي. بغض النظر جمع الاستثنائي ولا جمع الاستثنائي خصك دير المداخل في نهايه الجمع العادي المداخل كلها وكتشير على انه منذ التلف الفلاني يعني الجمع العام الاستثنائي اللي طلع فيه السلعه الفلانية عاش مصرفنا واش مصرفنا. ولكن بالنسبه للمداخل بالنسبه للمداخل راه كتصرفها كامل من عاد مدخل البلديه شنو عطات كذا كذا. اكثر من هذا يعني الناس اللي كيعطيوك المنح يخصك في اخر العام تجستيفي لهم ديك الفلوس اللي عطاوك لم يقوم بالجستيفيكاسيون ديال هذا. انا بلغ لي الى علمي ان تعطات فاكتورات غير هكا مكتوبه بلا تيبيا بلا حتى شي حاجه. نحن الان نريد ان نصحح هذا الوضع. السي التونسي كنقول له انت في القانون انت لا تفقه شيئا في القانون ديال العمل الجمعوي. العمل الجمعوي ماشي هو القانون ديال المرافعات المحاكم.
انت اشهرت سيفك وقلتي كتضرب شرقا وشمالا وجنوبا. العباد اللي كتقول عندك عليه شي ملف، انا قدم وسائل الاعلام لك الحياه كل موضوعيه انك تعطى مع هذا الملف هذا. انا مستعد الناس السي التونسي يدير معاك المناظره وجيب ديك الملف طرحه. اما انا ما نجيبش الملف لان ماشي انا المهنه ديالي نجمع الملفات على الناس. انا يعني المهنه ديالي اني نخدم في التيران. انا شباب العرائش، انا بيدي واحد محضر ديال التسليم اللي موقعوا الرئيس الشخصية الصغيرة والكبيرة، بغيتوا الفئات هنايا، بغيتوا الفئة الفرقة الكبيرة هنايا، بغيتوا حتى الأعضاء، بغيتوا أي شيفور اللي بغيتوا هو موجود هنا، لا مجال للغوا. كانت الفئات الصغرى كانت؟ ما الفئات الصغرى يعني انطلقت أنا في إطار المشروع مع جمعيات، مع جمعية وشبكة اتحاد الجمعية في إطار الانفتاح، كان هناك مشروع. حاولنا نتصلوا بسي أتو وسي هشام بقالي. اسمح لي قطعت أنهم غادي يديروا واحد سيليكسيون في البلاد ديال الجمعيات. حاولوا اننا جمعنا 90 ديال الفئات الصغرى، جمعنا 90 ولكن 90 كي جمعنا في الوراق، امرنا لهم يعني الوراق ديالهم كامله قانونيه. تعذر علينا اننا نبيعوهم في الجامعه نظرا لان الوقت كان كيزحم ديال الانتدابات. حنا كنا ملهيين بالفرق كامل، كان مهدد بالسقوط، خاصنا نجيبوا اللاعب جاهز ونقلبوا اللاعب جاهز ونكونوا الفريق. تعذر علينا. بالنسبه للفئات الصغرى 600 درهم، نقول 800 درهم ديال اش 800 درهم ديال الصور فوتوغرافي. وليت صغير ما عرفتش نتصور، تكلفت انا وقلت عدته وهشام بقالي تكلفوا بالملف ديال الفئات الصغرى ولا صرفتوا شي حاجه راه حنا غادي نعوض لكم المصروفات ديالكم. 1000 درهم داها سي عبدو و1000 درهم داها سي هشام، ما داوهاش فلوس ولكن كتعوضت انه الناس خسرت التليفون، خسرت الطاكسي، خسرت الصور ديال الوثائق، خسرت بعض الصور الاضافيه. يعني تنقول انا تعطاتهم شوف كيف صالي وفوق تعطاتهم مده 30 شهور حتى مره. اذا الفئه الصغرى لا يمكن ان تحطت عليها في اطار المصاريف، اذا كانت موجوده في اطار الاوراق ولكن في اطار التنفيذ ما كاينش. هادشي كنتكلم في المرحله اللي كانت تما. فيما يتعلق بفئه الشبان، عندنا فئه الشبان ما تصرفتش عليهم، ما لعبوا حتى شي مباراه.